على بركة الله نفتح الجلسة ملف رقم 17 16 يناير 2015. الماثلة في قفص التيام هذا اليوم هي المسمات والمدعوة وأم دحماني بصفتها. أولا ممثلة، ثانيا مغنية، ثالثا مقدمة برامج تلفزيونية وأشياء أخرى. وأم دحماني شكرا على الاستجابة للدعوة أو الاستدعاء بلغة قفص التيام. شكرا لك، وانا جدا سعيده بالتواجد في اول شيء في هذا المكان الجميل، لان الاستوديو جديد. مبروك. الله يبارك فيك، عقوبه عندك. شكرا، واتمنى انك تكون طيب ولطيف معايا بليز. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الضيف ما يتشرط ومول الدار ما يفرط، ان شاء الله متفقين. لا وي ام الدحماني، ولكن اللي كيجي عندنا باش نكونوا واضحين معاه من البدايه، كنفهموا معاه على ثلاثه ديال الشروط كنسميوها اللاءات الثلاث لقفص التيام. نسمعوها لالا وئام؟ نسمعوها. اولا لا اللي رفض الجواب، يعني الا سولتك غتجاوبني بوضوح. ثانيا لا اللي طلب الشهود او الدفاع، ما تقولش لي فلان او لا فلانه او لا نشهد لي او لا ما نشهدش لك. وثالثا ثالثا خصوصا ثالثا لا للغه الخشب. متفقين ولا عندك شي اعتراض وئام الدحماني؟ لا لا ما عندي اي. ما عندك ادنى اعتراض. مزيان، الامور باديه على ما يرام. قشبتك واسعه؟ المفروض اني انا لابسه ضيق بس يتسك. شنو هي هذه تسك هذه؟ ما فهمتهاش انا. ماشي داسوكي، اتس اوكي. اتس اوكي، اها. قشبتك من الام حتى للدوبل اكس ال، شنو تختاري؟ حيت على حسب الفصاله ديال القشابه والوسع ديال القشابه كنفصلوا الاسئله. يعني الا اختاريتي القياس اللي كبير تحملي مسؤوليتك. لارج. لارج. جو ويز لارج. مرحبا. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. وئام الدحماني. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اذا فتحوا المحضر ونبداو بالتحقيق من الهويه ديال الضانينا. وئام الدحماني بنت؟ لازم نقول اسم الام والاب؟ لا خلينا على اسم الاب. وعلاش الأم مالها؟ بنت شكون؟ بنت طاهرة بناني. وبنت الدكتور عمر الدحماني. علاش ما بغيتيش تقولي الاسم ديال الأم ديالك؟ خلاص ما قلته. في الأول هذاك التردد هو اللي عجبني أنا في الجواب. ما عرفت أجنو، بس هكا وخلاص. هكاك وخلاص. ماشي مشكل. يمكن لان الام كيقول لها دائما، خاصه ان امي تحمل الجنسيه الاماراتيه، فدائما كيسموها بام فهد. فهد هو اخويا الكبير، فيمكن هي ما تبغيش بحال دابا ينقال اسمها، بس اتس اوكي عادي. واخا. شحال في عمرك وئام الدحماني؟ مواليد 22/8/83. 83 بمعنى 29 سنه. زيد شويه. العبار كله زيد شويه. زيد شويه. 31 سنه. بغيت نقص من نقص لك شي شويه. لا لا عادي، ماشي مشكل. الله يكبرني على طاعتي. لا مرحبا يا لالا. الجنسيه؟ مغربيه بكل فخر. مغربيه هكذا؟ طبعا اكيد. كاين اللي كيقول بانك كتبدلي الجنسيه ديالك على حسب الكانه ديالك، مره اماراتيه مره مغربيه. مرة تخلي عباد الله يضرهم راسهم شكون هي السيدة هادي أو لا؟ أنا عمري ما صرحت إعلاميا أني أنا إماراتية. وما كنتيش كتصرحي إعلاميا بأنك مغربية؟ ممكن، ممكن هذا كان غلط مني. علاش؟ لأن عمري ما سألت عن الجنسية. عمري ما كنت في حوار أو لقاء صحفي في الخليج عامة، عمري ما حد سألني أنت منين؟ أو بالخليجي أنت من وين؟ ف إذن في السلوك قلت لهم أنا مغربية. إي طبعا. آه مزيان. ألالا، عندك باسبور مغربي ولا كارت ناسيونال؟ كلشي كلشي الحمد لله. داك الشيء كله اللي عندنا تحت. مزيان. كتصوتي في الانتخابات ولا؟ لا والله. علاش؟ ما عرفتش، ولكن إن شاء الله حاطة في بالي أنني نصوت هاد السنة. إن شاء الله. إن شاء الله. كملوا معاك في التحقيق من الهوية ديالك لالا وئام الدحماني. فين تزاديتي؟ في الرباط. فين؟ في الرباط. في الرباط. فين ساكنة؟ حاليا ساكنة في أبو ظبي. شحال الوقت باش مشيتي؟ من السيزيام دوزت الباك. ابتدائي ولا السيزيام الثانوي؟ لا 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 السيزيام أنا يعني من ما قبل الباك. الثانوية. من الثانوية. أها. قريت الباك في أبو ظبي ومن بعد قريت الجامعة في
الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة، وتخرجت سنة 2007 ببكالوريوس هندسة بيئة قسم كيمياء. اش داك الإمارات؟ أنا الوالدة ديالي عايشة تما، والدة خالتي خوتي كل ما عايشين تما. مشيتي معهم مزيان، الحالة العائلية كيف يعني متزوجة عازبة مخطوبة مطلقة؟ عازبة حاليا. حاليا حاليا عندك شي عريس لي؟ ها ايوا ما عرفتش غنشوفو. ها هو وام زحماني كتقلب على عريس، واخا انت تشرطي قلتي الراجل بجيبو ماشي بزينو. طلبة كبيرة من الاول ياك. شوف انا انسانة واقعية، يعني الحياة متطلبات، الحياة خصها المادة باش نعيشوا باش نسافروا باش نلبسوا باش أولادي نقريهم في مدارس زوينة، باغا أولادي يكونوا عايشين أحسن عني ماديا ومعنويا، وهذا شيء طبيعي يعني مش شي حاجة خيالية طلبتها أو شي حاجة أبنورمال يعني طلبت. فأنا ما عرفتش بل لسانك تعوجة وئام سيزيام اني في الرباط مشيتي واحد ما شحال الوقت للإمارات؟ لا والله حسب شحال من عام. شحال من عام؟ 15 سنة. و15 سنة اللسان قاعد تقلب؟ طبعا طبعا. ويلي طبعا طبعا. من 10 قوم من 40 يوما صار منهم. اولا كتبغيو تبانوا زعما ديك اللغه الخليجيه والموضه ولبنان وشويه الانجليزيه ومدردره بالفرنساويه وداك الشيء. لا اذا انا جيت وعشت في كازا فصدقني حتى اللكنه ديالي غتغير، نولي الصاط خويا الخوادري. عارفه الصاط بعدا؟ طبعا اكيد. ماشي مساله ديال تصنع وئام دحماني؟ ابدا ابدا. ليش نتصنع واي؟ ما عرفتش. عندك شي سوابق وئام دحماني؟ اعوذ بالله مش طاره شي. علاش اعوذ بالله؟ السوابق حرام. شي مره منعوك دخلي الكويت وقيله كاع؟ انت متبع كل شيء. منعت من الكويت، من دخول الكويت مش منعت، ولكن لم تستوفى كيف كيقولوا ان الفيزا ما كانتش عندي. انا متعوده ان دخلت السعوديه، دخلت قطر، دخلت البحرين في مسلسلاتي ومع الوالده ديالي، لان الوالده تحمل الجنسيه الاماراتيه وهي كفيلتي في البلد في الامارات. وكاين قانون ما تدخل لاي دوله خليجيه الا ومعاك الكفيل ديالك او موافقه من الكفيل. مشيت انا واختي الدكتوره شمسه ان شاء الله ثاني سنه في الطب، وعندي اختي ثانيه جواهر وامي سميات اماراتيين طبعا لانهم اماراتيين. هادو اخوتي من امي. فمشيت الكويت وتفاجات ان قالوا لي ممنوع انك تدخلي لان ما عندكش الفيزا. فقلت لهم انا كفيلتي معايا كيف ما ندخلش، وانا اوريدي كان عندي مؤتمر صحفي وكان عندي عمل درامي هناك في الكويت وكذا كذا موضوع، يعني كنت ضيفه في برنامج ريد كاربت وبرنامج تو الليل. فتفاجات وعادي يعني اخذتها بصدر رحب ورجعت. حاليا كيصيبوا لي الفيزا لين ما ندخل، لان سبحان الله كل دوله الا ولها قوانين. انا ما كنتش عارفه بان الكويت عندها قوانين خاصه فيها. طيب وئام انت مغربيه وكتقولي انك مغربيه، ولكن الناس ما عرفوكش في المغرب. يلاه تنزلتي عليهم هذه الايام كنقول لهم وئام الدحماني المغربيه المقيمه في الامارات. كاين اللي قالني نزلت علينا هذه عاوتاني. كيفاش؟ من جات؟ من تحت الارض. من سقف قطر بها هذه؟ يلاه ولات مغربيه ويلاه عرفناها. هاد القصة ديال المغرب جاتني في شكل لا وئام. بغيتي نشرح لك القصة؟ طبعا. الفنان يوم كينجم شوية وكيكون شعبية معينة في بلد ما، كيحاول ان او خليني نتكلم عن نفسي انا، حاولت اني يعرفني اكثر الجمهور المغربي. والجمهور المغربي من حقه يعرف فنانين واعلاميين وناس معروفين برا عن المملكة. فهذا مجهود مني شخصي انا، بعيدا عن نرجسيه الفنان والشهره و و و والاضواء اللي للاسف في كثير من الفنانين عايشين حاليا في الخليج
وما كيحاولوش يتواصلوا مع الجمهور المغربي. فانا درت مدير اعمال في المغرب اللي هو الاعلامي والصحفي سعيد القناوي، وقلت له حاول تتواصل مع الصحافه والاعلام المغربي، واني انا نبين نفسي للجمهور، وهذا ماشي عيب ولا حرام، بالعكس. وفعلا هاد السنه بالضبط حاولت نكثر من نزلاتي للمغرب، يعني تقريبا ما شاء الله كلها كيخليها كلها، ولا حيت واكله الدق في الامارات وفي الخليج قلتي نمشي عند المغاربه وقيله غير يحميوني. واكله الدق من اي جهه؟ من ضمن التهم الموجهه لك للواء امن الدحماني انك تنكرتي للتقاليد والعادات الخليجيه، حيت ديك العبايه ديالكم او ديالهم تنكرت. خرجتي لي هانيشان، اييه تنكرتي. دابا اللي شاف كيقول هادي عايشه في بيروت، عايشه في شي بلاصه من الفوق في الخليج، الله اعلم. لا ماشي تنكرت. ارتديتي كاع، يلا ما بغيتيش ديك تنكرت ما عجباتكش، انا غنمشي ارتديتي على العادات والتقاليد الخليجيه. شوف انا شبه تربيت في الخليج. اوكي. نص نص. يعني تقريبا تربيت في الخليج مع اخوتي وامي وهذا. وفعلا لين الجامعه وانا كنلبس العبايه والشيله وهذا، ودخلت وقدمت برنامج دبي هذا الصباح مباشر على الهواء بالعبايه والشيله وبلبس الستير وكل شيء. ومع ذلك كنت كنلاقي انتقادات كثيره، وكانت كتجيني ما عرفتش كيقول لك فتنه كيفاش فتنه وانا مغطيه راسي وكل شيء. لا كيقول فيك تبعكيك. ابدا ابدا، دخل يوتيوب وشوف اي مقطع من مقاطع برنامج دبي هذا الصباح. بالعكس تبعكيك جا من بعد. مش تبعكيك جا من بعد، بس هذا برنامج صباحي، والاعلامي او المذيع اللي يطلع على الشاشه لازم يكون بوجه مبشور بابتسامه. تخيل انت تفيق الصباح السلام عليكم ما عرف شو مشاهدينا. لا ما كاينش الوجه المبشور، وصدق عليا بخير. واخويا حيت نوعيه البرنامج اللي كتقدموا ديفرنت ستوري مثل ما كيقولوا بالانجليزي، يعني وضع مختلف. ولكن شنو اللي خلاك تحيدي العبايه وديك اللعيبه الاخرى اللي قلتي؟ العبايه وش عاديك. كنت فكرتي مع راسك قلتي هذا الشيء ما كيوكلش طرف الخبز مزيان. لا انا نمشي لشي حاجه اخرى. لا ماشي ما كيوكلش، بالعكس كان راتبي ما شاء الله مزيان، كنت كناخذ راتب اوكي، وحصلت شهره لا باس بها من خلال البرنامج الصباحي، وهذا اللي خلاني ان تلفزيون ابو ظبي الرياضيه يتصلوا عليا ويعطوني برنامج قوي اللي هو بعنوان سهره رياضيه نسائيه، وكان تحت رعايه مكتب سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك حرم المغفور لها الشيخ زايد. وكنت كنقدم الاخبار الرياضيه النسائيه، وكان تريبل اللي كنت كنقبطه في دبي هذا الصباح في قناه دبي. داك الشيء بالعبايه ولا؟ بالعبايه وبالشيله وكل شيء. الا العبايه جابت ديك ثلاثه المرات كثر، ملي غتحيد هذه العبايه تدخل مسار اخر. كلشي على العبايه. المشكله يعني انا وعوذ بالله من كلمه انا ما كنحبش الروتين، ما نقدرش نبقى هكا جالسه نفس الوضع او نفس البرنامج نقدمه او اول ما طلعت على الشاشه وهكا والناس بداو كيهضروا شكون هادي وهادي والمجلات والصحافه واعلام، وليت كتجيني عروض تمثيل مسلسلات وافلام. وطبعا تمثل يعني خصك ما خصكش تبقى لابس داك الزي، لان كل شخصيه خصك تمشي بالكاركتر اللي مكتوب عندك في السيناريو. فاضطريت انني نحيد العبايه والشيله وندخل المجال الفني وتقديم البرامج الفنيه تلزي افلام. حيتي العبايه واخا، ولكن راه حتى الحوايج اللي بقيتي كتلبسي من بعد شي شويه وصافي، ماشي بزاف ديال الحوايج كتلبسي. زدت فيه. الله اودي على زدت فيه، انا زدت فيه وانت قلتي الحوايج بزاف. مثلا اشو انا ماشي قلت الكلام، الخليجيين اللي كانوا متابعينك قال لك هذه السيده خرجت ليها نيشان باللغه ديالهم، ما بقيتش عاقل عليها كيفاش قال ليها، ولكن خرجت ليها نيشان. كيقولوا لها بالاماراتيات خرجت ليها نيشان، ما عندهمش ما عرفتش. خرجتي ليها نيشان، ومن العبايه الى التبرج والاباحيه. اباحيه؟ نو كيف الاباحيه؟ اباحيه راك عارفه شنو هي الاباحيه؟ لا شو قصدك انت بالاباحيه؟ يعني من غير هدوم، فهمتيها؟ لا مش لهالدرجه. نو دابا هذا الكليب اللي كنشوفوا فيه
ماشي إباحية. شو اللي فيه يوحي بالإباحية؟ كله. كيفاش؟ قل لي. على فكرة هذاك اللي لابسه ترى قماش نفس لون البشرة، وياريت لو نجيب لك معايا الفستان تشوفه. لا 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 ياريت. بس تقيل بز. هادو خليجيين اللي متابعينك والناس الإمارات والناس الدول الخليجية كيقول لك هاد السيدة هادي شنو وقع عليها باش مشات من هنا لهنا، كانت لابسة العباية ورجعت من غير هدوم. جنون الفن. جنون الفن. الفن طبعًا. ايه طبعا يقدر يكون الفن بدون احترام، بدون احترام التقاليد والعادات والمجتمع مش لهالدرجة اللي كنعيشوا فيه. ياك سمعتي الكلام؟ ماشي اول مره كنقولوا انا. طيب اوكي انا معاك في الكلام اللي كتقول. هل يعقل اني انا ندير كليب استعراضي ولبس العبايه والشيله؟ هذه تعتبر اهانه للبس الخليجي مثلا او الهويه الاماراتيه او الهويه الخليجيه. لا يعقل، لا يعقل اني نكون كنستعرض او كنقوم بحركات استعراضيه ونلبس العبايه والشيله. اول شيء لا الحركه غتكون سهله ولا اني يعني ما عرفتش كيفاش، يعني كيف نقدر ندير هادشي. ما حسيتيش بانك انا نرجع لك ديال قبيله زدتي فيه اكثر من القياس؟ الجرأة زايده. مش لذاك الدرجه يعني، لو مقارنه بيا مع فنانات من العالم العربي فانا بحال شكون اللي اكثر منك اوي امدح؟ طبعا كاينين بزاف. شكون اكثر منك؟ طبعا ما بليش. طبعا مريم فارس هايفا وهبي ما كيبانوا وحدك هذوك. كمان مش لهالدرجه، مش لهذه الدرجه. ادخل يوتيوب واكتب هايفا وهبي او اكتب مريم فارس، كفايه ما شاء الله نجات تستعرضوا في بلدنا وفي المملكه وكان موضوع مباح لها. نفترض ان هيفا اكثر منك، نفترض ان مريم فارس اكثر منك. هادوك راه ثقافه معينه عربيات. طيب هادوك مجتمع معين. استاذه وئام الدحماني كتعيش في مجتمع خليجي اصلها مغربي او هي مغربيه وكان عندها وضع معين وظهور معين شويه دارت الفيراج. شنو السر في هذه المساله من غير القضيه ديال الجنون الفن؟ إذا ما قنعتنيش وما دخلت ليش لراسي مزيان الاثاره بغيتي تشهر باي ثمن ياك؟ لا مش لهالدرجه باي ثمن، بامكاني ندير شي حاجه فيري تشيب لو كلاس ونشتهر. ودي على ذلك في اشهر فنانه في العالم اللي حاليا عندها فالورز 20 او 22 مليون بالتحديد كيم كارداشيان اللي هي رصيدها الفني زيرو واشتهرت بسوري يعني بفيلم اباحي وصارت من ايدل وصارت الناس كيعيطوا لها حتى في الخليج وكيكرموها و و و و و جبتي النموذج بالضبط. لا انا حيت انت كتقول لي بغيتي تشهري باي طريقه وبالاباحيه. لا كمان. لا طبعا طبعا لا طبعا لا. وأنا الحماني بغات تكون ممثلة مضطربة ومغنية ومقدمة برامج تلفزيونية، فين بغات توصلي شي؟ غنستحوذ على كل شيء. علاش شي حاجة كاينة في شخصيتك ما كراش نعرفها بالضبط شنو هي؟ شوف أنا ما كنستحيش وما كنحشمش في واحد بالتصريح بشيء أني أنا كنحب الشهرة والأدوار. بين الشهرة طبعًا. الى درجه طبعًا. ممكن ندير اي حاجه؟ لا 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 مش لدرجه ندير اي حاجه. ودي على ذلك ان جاني فيلم بطوله هندي من المخرج السينمائي مهيش بهات اللي هو معروف عليه الافلام يعني شبه اباحيه، مع انه هو يعني مخرج ومنتج مشهور جدا على الساحه السينمائيه الهنديه البوليووديه. كنت التقيت فيه من خلال برنامجي بوليوود 100% على زي افلام وعرض علي الفيلم، ويوم شفت السيناريو ما قدرتش نقبل الفيلم لان في مشاهد سوري يعني مشاهد جنسيه ما نقدرش نديرها. ما قدرتيش ديرها؟ اي طبعا ما نقدرش. ولكن تقدري نقدر نستعرض لباس كيبان الناس ماشي هو هذاك، كيبان الناس ماشي دير حركات كتبان ماشي هذيك. هادشي عادي، ممكن ايحاءات خفيفه ولكن اني ندير خفيفه. داكشي كله عندكم خفيف. الله يهديك الا وئام. دابا راه مغربي درويش على قد حالي تقول لي خفيفه. انت درويش ما شاء الله عليك. خفيف داكشي. انا يعني بوجهه نظري منشطه تلفزيونيه في الكويت كتعرفيها اكيد، قالت لك الفيديو كليب ديالك. لا حول الله يا رب. اللهم امين.
هذه وين ما نمشي نلقاها قدامي؟ طبعا خليتها في الخليج نجي نسمع عنها في المغرب. لان السيده قالت لك كديري داكشي. كديري داكشي؟ يعني شو يعني داكشي؟ ستريبتيز هذاك ماشي فيديو كليب. ستريبتيز؟ شي قالته في تلفزيون الناس سمعوه مازال كيسمعوه. طيب وكيظهر لي ان الحق لالا وئام دحماني. لا لو ستريبتيز لماذا يقبل فيديو كليب وئام دحماني حصريا في قناه وناسه السعوديه؟ واحد حصريا سميت القناه قناه وناسه. ايوا صافي. لماذا في نظرك؟ اي دون نو. والسيده قالت هذيك زعما شنو معقده؟ هي حره، هي بغات تنجح برنامجها باي طريقه وبامكانها ان تقول اي حاجه هي بغات، كل واحد حر. وبالنسبه ليك ماشي داكشي اللي قلنا؟ طبعا لا، ستريبتيز راه عندهم معنى اخر، ان الوحده كتحيد ملابس ديالها لين ما كتوصل الى نيودتي، يعني نيود نو مش انك تكون لابس ملابس. طيب نسميوها الاثاره الزايده. ما عجبتكش هذه؟ نو. على فكره ممكن تشوف وحده منقبه اوكي بنقابها وحاطه داك الكحل ودايره العدسات ملونه ولابسه عبايه ممكن تثير اكثر من وحده لابسه قصير. والله العظيم صدقني هذا في الشارع كله واحد حر. لا انا كنقول الواقع الفنان كنقول الواقع لان الرجل عنده مخيله معينه وكيبغي يعرف ما وراء الستار وما وراء هذه الاستاذه الكويتيه راه ماشي راجل راه امراه. لا انا كنقول لك يعني وقوره كتبان تبارك الله بعقلها بعقلها قالت لك هذا ماشي فن يا لالا وئام ماشي فن هادشي ماشي حرة فن ماشي فن ماشي حرة على فكرة مي دائما عندها صديقات من المجال الفني اللي يعني دائما كتكون في صفهم واللي ما كتبغيش راه دائما كتكون ضده. وهادشي يعني ان وئام دحماني ما كتقولش انا كنزيد فيه. علاش كنزيد فيه؟ واي احنا كبرنا على فوازير شريهان يا اخي. شوف ملابسي شريهان ما كانش كدير داكشي. سكيوز مي شوف فوازير شريهان الف ليله وليله شوف شو كانت لابسه. على فكره هذا اللبس تقريبا مشابه وفؤاد سركيس اللي كان كيلبسها فهو حاليا كيلبسني. علاش ما باغيش تعترفي بانك كتحاولي ديري الاثاره؟ لا 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 احنا على فكره الاعلام شويه خرب لنا مخنا وشحال هذه كنا كنشوفوا سعاد حسني الله يرحمه وكنشوفوا شريهان وكنشوفوا نيلي وغيرها وكان كيجينا عادي وكنجلسوا كنا عوائل ونشوفوا مش الميني سكيرت اللي اكثر عن الميني سكيرت وكان عادي. دابا ولينا ما عرف شو العائله والثقافه والمجتمع طبعا مجتمعات مغربية يعني انا اوكي مغربية طبعا اكيد وافتخر بهالشيء بس المغرب. انا كفنانة ما نقدرش نبقى نغير ستايلي واسلوبي على حسب المجتمع. المجتمع صعب انك ترضي جميع الفئات اللي في المجتمع. علاش ما تقولش وئام دحماني انا من النوع اللي باغي يوصل للشهرة باي ثمن وباي شكل نتعرى ندير فيلم ما عنديش مشكل. لا لان لو كان هذا صحيح كان قبلت الفيلم اللي عطاني اياه ماهيش بات. ما قبلتيش لانك ما قبلتش وعلى فكره الفيلم كان بعنوان هو الجزء الثالث. الناس اللي غايشوفوا البرنامج يشوفوا يدخلوا على اليوتيوب ويشوفوا جسم 2 يعني بس من الاسم جسم 2 يشوفوا انا كنت غندير جسم 3 وما قبلتش. ما قبلتش لان في فرق بين سوري يعني بورن ستار وستار اكترس. في فرق بين ممثله وممثله افلام اباحيه. المجتمع العربي المحافظ ديال الوئام هذا الشيء اللي كديري ما كيقبلوش راه يتفرج فيك يا حبيبي. انا كنت لابسه ويعجبو الحال ولكن كيقول اشهد كاين اللي كيقول ماشي الفن هذا شو منسخ شويه ديال داك الشيء. اوكي فاش كنخرج في الشارع ليش كيجيو يتصوروا معايا؟ حبيبتي وئام احنا كنموتوا عليك كنتبع اخبارك كنشوف وكندير واي. معناتها احنا شعب عندنا شي خلل في مخنا. ماشي في المغرب ولا في الامارات؟ لا عامة معناتها احنا عندنا شي حاجة نوت نورمال. مقتنعة 100% بهذا اللي كدير. واخا يسميوك كديري الاثارة واخا يسميوك بالانحلال واخا يقول لك هذا الشيء مفسخ واخا يقول لك هذا الشيء مبهدل واخا يقول لك اش هاد الحالة هادي واش هاد الحالة؟ عادي
كتحسسني كأني أنا مرتكبة جريمة. أوكي عارفة إن قفص الاتهام، ولكن كمان يعني كمان شنيت كمان بدأ؟ كمان يعني بالله عليك يا أخي، يعني محسسني كأني أنا يعني أنا كنقلك غتوهم لك وجهولك. لا أنت مش كتنقلت. أنت أكثر أنك كتنقلت. أنا كنقلت وهم اللي قريت واللي سمعت كيقول لك وئام الدحماني رمز للإثارة، ما كديرش الفن، كتستعرض الجسد ديالها باش توصل إلى الشهرة. أقول لك حاجة، خليهم يفكروا اللي يفكروا. شحال من عملية تجميل درتي وئام الدحماني؟ جوج. نعرفهم شنو هما؟ شربوا الماء بعدا، شربوا الماء. شرب الماء، شحفني. شوف. شربتي الماء. جوج عمليات تجميل، شنو هما؟ هي عملية واحدة اكشلي، والثانية مش عملية يعني. عادي لا؟ عادي؟ عادي عندك في البرنامج؟ خو. اوكي، صدر، تكبير صدر. وشفايف. ما خليتي والو. لا كاين بزاف الامور كدار دابا. وشتي؟ كاين الخصر، كاين الخلفيه، كاين هي اللي كتكسر الضلوع ديالها، اللي كتطول راسها، هاللي كدير الحناك. انا هادو من يومي وانا عندي هادشي. وعلاش عمليه التجميل هنا؟ غادي نرجعوا اللي قلت لك بانه وئام الدحماني تبحث عن الاثاره بالجسد ما كلفها الامر. بحال دابا كنتخيل بحال شاباط جالس حدايا ويرجع لي داكشي. على فكره هنا ما كنتش داير عمليه، بس للتوضيح فقط. في هذه الصوره، اها، في هذا الكليب. يعني انت درتي العمليه او العمليتين؟ وادخل الصحه هذا الصاط. لا باش نعرفوا. باش نعرفوا، باش نكونوا على علم. باش نعرفوا، باش نكونوا على بال. باش نكونوا على بال. قسمنا ان نقول الحق ولا شيء غير الحق. شنو اي عمليه للصدر مثلا؟ اللي بغيتي تكلم على اللي بغيتي. انا ما كنحددش المفاهيم والمناطق، خذ راحتك. ثلاث شهور ونص. هادشي باقي جديد؟ باقي. ما دخلتيش قفص الاتهام بهذا الشكل. اوي جاد، اوي جاد. أحرجتيني أحرجتيني. وئام الدحماني تتصور كيعجبوك مزيان؟ أكيد. شحال عندك من صورة في حياتك؟ مع شي 3 مليون. كل شهر كندير فوتوشوت جديد. كل شهر؟ مجنونة بتصور، علاش؟ مجنونة، ما عرفتش علاش. ما عرفتش. أنا كنذكر عمري 4 سنوات، والله العظيم هذا واقع. كنجيب هذوك لي فولاغ بالالوان وكنربطهم عليا وكنوقف قدام المرايا ونبقى نقلد شيريهان فوزيره. كيقول لي ماما شو تكبري شو بغيتي تكوني؟ كنقول لهم بغيت نكون مشهوره ومعروفه والله. ودخلت اوكي صح اني انا كنت كنقرا مزيان وهذا، ف الوالده هي اللي اصرت اني ندخل الهندسه. قالت لي اختاري يا الهندسه يا الطب. فقلت لا مشوار الهندسه اقل عن الطب. دابا انتي مهندسه يقال، ولو ان لا يعني الشكل لا يا باش مهندسه ياك. نعم، بيئه قسم كيمياء، واشتغلت في مجالي كمهندسه في شركه بترول في ابو ظبي ادنوك لمده شهرين. قلت هادشي ما مسلكنيش. لان كان عندهم نوع من الدريس كود، او ماشي يونيفورم، دريس كود. ان اكشلي اللي كان قابطها، اللي كان قابط ادنوك المدير، كان مطوع يعني عنده الحياه وهذا. هذا الشيء اللي قلقتي نيت. حرام عليك، حرام عليك. يطوعوك. اها. ف يوم دار معايا الانترفيو، انا اذكر كنت عاد تخرجت من الجامعه وجايه لابسه الشيله ولابسه ودايره ميك اب. طبعا لازم وحده تمشي انيقه وهذا في الانترفيو. فقال لي انت متاكده انك راح تداومين بهذا انت متاكده انك راح تداومين بهذا الشكل؟ قلت له ليش فيه شكلي؟ يا لي متبرجه كثير وما اعرف شو. وانت ومع اني انا بوحدي هالشيء بالعبايه. لحظه، ومع اني كنت لابسه عباتي وكنت لابسه الشيله وكان كل شيء مستور وكل شيء، يعني ما عرفتش يمكن المشكل في شي حاجه.
أو لا كتقلبي على الاستفزاز بأي شكل كان. يا ربي آمين. كده هلا كتقلبي على الاستفزاز وئام وكتقول إلى ما جابش القلم ما كاينش القدم. يجيب القدم وكل شيء. ماشي مشكل كاين اللي راس مالو كيقول لك راس مالي جسدي كنستثمر فيه بالشكل اللي بغيت. على فكره وجه المراه يمكن ان يكون فتنه اكثر من جسدها يعني. كيفاش؟ وجه المراه. وجه المراه يمكن ان يكون فتنه اكثر من جسدها. طبعا. ولكن ما نقلبوش عليها يا لاله وئام. انت الهدف ديالك. لا حول الله. اللي هو التهمه ديالك. وغادي نبقى ديما كنرجع لك هذه القضيه. حرام. هي انك كتقلبي تكوني مثيره تسعينا سكسي تبحثينا سكسي ليدي ترجميها باش ما بغيتيش وهي هذه سكسي ترجميها باش ما بغيتيش شوف حاليا يا حاليا ابحث ان اكون سكسي يعني كلاسي ليدي سكسي ليدي اكيد طبيعي ماشي غير انا راه بزاف د الفنانات راه مش غير انا دابا هاد من اكبرهم لين اصغرهم كمان وهذا اللي مخلي معظم الفنانات كيديروا عمليات تجميل طيب لو ما درتيش عمليه تجميل لو بقيتي ديك اللعيبه هذيك أيوة. العبايه ملل واش غتكوني ممثله وتكوني فن مغنيه ودير لي فيديو كليب ودير الشهره نفسها عندك لا غتبقى شهره محدوده اللي قلنا شهره محدوده بمعنى كتستغلي جسدك في وانت خليتيها كتستغلي جسدك كل واحد كتمشي مخيلته يو كل واحد كيفكر كيف بغى شغل اللي كل واحد يفكر كيف بغى يعني راس مالك ما كتفكريش تطوري الموهبه ديالك الا كانت عندك شي موهبه والا كان عندك شي مؤهلات في الفن يا سلام كتفكري ديري عمليه تجميل باش تباني اجمل وسيري قراي الفن من قال لك انا ما كنقراش لا زعما زيد غير زيد زيد ديري دورة تكوينية في السينما زيد زيد انا غنجاوبك ازيد لا جاوبي بارك عليك هادشي تبقاي فيا عاوتاني تفضل نسمع عاوتاني ما كنحشمش بزاف وانا ما كنبغيش نبان قبيح انت قلتي لي قبل من تنديروا انتروفيو قلتي لي الله يرحم والديك ما تقوليش ديك كلمة حبيبي وانا عندي من سياق الكلام وخاصة يوم كنعصب يوم اعصب كنكون الطف من الايام العادية من ايام العادية دابا تعصبتي ولا مازال؟ نوعا ما فيا حبيبي انا من طبعي يمكن ندخل لاي مجال ما كنحبش نكون دخيله على المجال يعني يوم دخلت تمثيل فانا خريجه نيويورك فيلم اكاديمي اوكي سنه 2010 وقريت سنه مكثفه اللي هي نفس الفرع اللي موجوده في نيويورك ولكن موجوده في ابو ظبي كنت في نفس الوقت كنقدم البرنامج ديالي على قناه ابو ظبي الرياضيه كنسالي من خدمتي وندخل الاكاديمي ونقرا طبعا التمثيل يعني في وجهة نظري انا هو موهبه انت كتقرا فقط لتصقل هذه الموهبه لا اقل ولا اكثر وباش تعرف هذا المخرج اش غايقول لك كلوز ابس ميديوم شوتس امريكان شوتس ما عاد داك شي زوم اوت زوم ان وقف هنا باش تفهم وخديت كورس صغير للاخراج ضمن لهذه السنه هذه سو ات واز لايك انتنسيف اكتينغ بروجرام لمده سنه بالنسبه للغناء شوف انا ما نقولكش انا الجمعه بيناتهم التعدد راه صعيب حتى في علاش انا لا غنكون اول ولا اخر وحده دير هذا الشيء شاديه كانت ممثله ومطربه اوكي ما كانتش مقدمه برامج ما كانش عندهم ديك الساعه الشهره ديال البرامج انت شاديه ما كتعرفيش لحظه عندك شي رهان كانت كتقدم برامج وكدير كتمثل وكتستعرض وكدير فوازير وكتغني كان مش اول ولا اخر وحده كدير هادشي وغير وما شاء الله عندك من المطربات المعروفات على الساحه الغنائيه عندك اصاله كتقدم برامج وكتغني وحاليا هي كتمثل مسلسل غينزل ان شاء الله في رمضان على قناه ام بي سي دابا دخلنا لك بالله وام تحماني هاد السميات كلهم اللي قلتي لي تبارك الله ما شاء الله خمسه وخميس عليهم تقدم كتقارني راسك بهم لا انا ما كنقارنش راسي بهم انا اتمنى اني اوصل مثلا لشهره شريهان اتمنى واي نوت شريهان على فكره حاربوها كثير ومع ذلك هذا مش معنى انها غتوقف هي انت كحارب شي حد ولا ما عندك عداوات مع الناس لا انا من طبعي ما كنحبش ندير عداوات لا ابدا ما كنحبش ندير اعداء امور على ما يرام
انا ما عنديش اعداء، انا ما كنبغيش ندير اعداء، يعني ما عمرك ما تشوفني ما تغير منك شي وحده. لا اكيد اكيد الغيره موجوده. طفت الرجاله في الخليج، راه عرفت هادشي ديال المغربيات والخليج وكذا. لحد الان ما خطفت شي حد ولا حاطه في بالي اني نخطف شي حد. زعما اكيد عارفه الصوره المغربيات في الخليج ياك؟ للاسف هذا ستيريوتايب انا كنسميه، يعني بحال اللي كنقولوا في الخليج الاعلام والفاشن هما اللبنانيين. كاينه فكره غلط وفكره خايبه كيقول لك لا المغربيه في الخليج كذا كذا. يا حبيبي كل بلد فيها الزين والشين. فين ما مشيتي، مشيتي الخليج او مشيتي المغرب او مشيتي ما عارف فين، زعما كيظلمونا ولا كاين اللي كيديروا شي حاجه شي حوته كتخنز الشوارع كلها؟ ممكن 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 فئه وحده يعني كتخرج على باقي الفئات. انت ما عمرك اصطدمتي بهذه الصوره وئام دحماني؟ طبعا اكيد. بحالاش؟ كيفاش؟ وعلاش؟ شويه الصراحه اقسم ان نقول الحق ولا شيء غير الحق. ما ندمتيش جيتي عندياك؟ ما ندمتيش؟ باقي ما ندمتيش لغايه الان؟ الحمد لله. المهم ديك الجميل ما تحسي راسك ندمتيش، ربي يجغيك. ما دابا باش نفهم. شدي الارضق. اها شدي لا مزيانه تشدي لا. عمرك صدمتي بالصوره ديال المغربيه مشات للخليج؟ بمعنى هذيك اللي كدير كذا وكذا 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 ملا الفراغ بما يناسب من عندك؟ اكيد وانا دائما كنحاول ندافع قد ما اقدر. يعني ترى مثل ما في بنت مسكينه الله يستر عليها متجهه للطريق الغلط، في بنت ناس وبنت عائله ومثقفه وكذا وكذا وكتحاول ان تتعب وتجتهد وتوصل و و و و مش كل الناس اصابع ايدك يقول لها، مش كلها نفس القياس. يعني ما تخافيش انت تطيحي في التهمه انك تكوني كتكرسي هذه الصوره ديال المراه المغربيه في الخليج ديال هذه فلانه جايه غير كتعرى علينا وكدير لنا الفتنه. فتنه في مجتمع محافظ. اوكي تشوف انا عامه ما نحبش نهضر على فنانه اكس ولا زد، بس في فنانات. لا قول لنا قول. لا لا ما نحبش نقول، لان مشكله انهم صديقات لي. الله يخليهم لك. وخليجيات. ف عادي يعني تلبس ضيق او تلبس ديكولتي في مهرجان سينمائي وعادي. يعني انا انت لبستي القفطان المغربي قال لك شوهتي القفطان ولا كل مخرج ذاك القفطان هذاك ما بقينا عارفين منين نشدوه. كم ان يا اخي كتحسوني كاني دايره مشكله. دابا الا مشيتي لشي عرس مغربي دابا دابا كتلقى البنت لابسه القفطان سوري يعني الفتحه لين خلاص ما بقى لها ولا شيء ويبين كل شيء يعني، وكتلقاها لابسه كات ومحلول منها. يا ويل اخوي انت اخوي عايش في المغرب ولا فين؟ ترجمتي دابا صافي. لما بزاف هادشي اللي قلتي، هاد الوصف اللي عطيتي بزاف، في حين التصاورات ديالك بالقفطان اشنو داير؟ ديكولتي القفطان؟ وا بزاف، وكاين شي قفطان ديكولتي يا وعدي. ما عمرك مشيت قفطان ديكولتي في حياتك؟ لا ما عنديش انا. مستحيل مستحيل. هذاك راه ماشي ديكولتي، راه بزاف لاله وئام. الناس شافوا قال لك شوهتي بالقفطان المغربي، ماشي انا اللي قلت. انا ما سوقيش القفطان المغربي. ياك قريتي هذه الملاحظات؟ يا اخي هما حرين اللي يقولوا اللي بغاو يقولوا. كيف شوهت بالقفطان المغربي دابا حاليا وانا جايه من رباط الكازا؟ لسا كنشوف دي بانو عليهم مجلات، مجله اكس بدون ذكر اسامي، فيها ممثله مغربيه اكس، القفطان اقسم بالله مفتوح لين هنايا، نص صدرها طالع كمان وحاطينه في البانو. علاش؟ كنتي في تصوراتك كتبوزي بهم، صوروا ايوا لازم تبوزا اخويا، وبغيتي نبقى ندير هكا وبزاف. عرفتي فين ما جيتك لازم تطلع عليا شي حاجه عوج. ذبحتيني. انا شوف انا راه ما انا ما كنقول حتى حاجه من عندي، انا ما عندي حتى حاجه، انا غير كنقل لك غا الناس اش كيقولوا عليك. الا اللويئه، وقلنا من ضمن الانتقادات والتهم هو ذاك القفطان تكرفصتي عليه. لا حول ولا قوة. كتقولي ما تكرفصتيش عليه. على فكرة القفطان لمصممة مغربية صديقة لي، ودائما ما شاء الله عليها كتصيفط لي الليتست آخر ما عندها من القفاطن وتقاشتو وكتبغيني نلبسهم لها. كتصيفطهم لي من المغرب حتى لأبو دابي. خلصيها ولا فابور؟ فابور. مش عداسكا؟ مالها فيك صحتك. ماشي غير هي. ماشي غير هي. بزاف. وعندك المصمم اللبناني وليد عطا الله، عندك المصمم اللبناني اللي قلت لك كان كيلبس شريهان فؤاد سركيس وغيرهم، وصديقتي
حبيبة قلبي اكشلي، المصممة الإماراتية جميلة. تسحق المصممين والمصممات باش تعرفي بانك تابعه اللبس وتفركيس. طبيعي طبيعي، راه ماشي غير انا، ماشي غير انا، راه كل شيء، لان حاليا يعني الشكل كيلعب دور. ولكن انا رجع لي كلال دابا حتى كنبغي نميك عليك وكترجعيني عاوتاني. قبيله حنا دابا صح على روح حنا كنتكلموا، ما دوينا لا ما دوينا لا في اغنيه لا في فيلم لا في فن لا في حاجه، كندويو على التكاشط وكندويو على العمليه التجميليه. هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان غرضك كله غتبان زوينه. اه ما فهمتيش، سمعتيش السؤال؟ والله ما سمعت. غرضك كله ان دل على شيء يدل على انك انت كلك خص تباني زوينه، واش فيلم واش اغنيه واش تلفازه. طبعا 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 ما كيهمش. طبعا الشكل يلعب دور في نجاح الفنان وفي اي شيء يلعب دور، ماشي هو كل شيء. لا انا نقول لك الواقع. اها، اذا ما قلتش 90% من نجاح الفنان هو شكله حاليا. 90% من نجاح الفنان يس حاليا هو شكله حاليا. هذا الشيء اللي عطاك الجرأة تقول لي عبد الحليم حفيظ ما عاجبكش دابا، انت درتي لي بحال واحد نكته قديمه. بغيتيني نجاوبك على نفس الموضوع؟ طبعا انا صدمتيني. لا ليش صدمتيني؟ وئام الدحماني بنت شحال 83 داكشي عندك 83 31 سنة نهار تزاد كان عبد الحليم حافظ الله يرحمه ويوسع عليه اللي بكى عباد الله أكثر ما بكاهم أي شيء آخر. زيد جات هذه السيدة هذه من بعد ما دارت عملية تجميلية كتقول لنا عبد الحليم حافظ كان أش مؤدي وئام الدحماني هالعار. وش منيتك عبد الحليم حافظ مؤدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول لي وش داوية من نيسك؟ وش عمرك سمعتيه كيقول شي عربة؟ شنو هي العربة؟ عربة يعني عربة ديال الليمون، الكربة ديال المطيشة، الكربة ديال البطاطا. عربة يعني كيلون في صوته، أو أنه يقدر ينتقل من مقام إلى آخر، أو أنه يقول موال. أنا عمري ما سمعته كيقول موال في حياتي. شكون دخلك هاد الأفكار السوداوية في دماغك؟ شكون هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أش فيك؟ أي هذيك هو كيغني ستريت. شوف انا هي انطرحت فكره ومش انا اللي قلتها، نقاد فنيين اكبر عني وفاهمين في الفن وموسيقيين كبار. اوكي، وخلي الناس اللي غيتابعوا ان شاء الله هذه الحلقه يدخلوا يديروا شويه الاجتهادات ويقلبوا في جوجل ويوتيوب، لان مش انا اللي كنقول هذا الشيء. انا كنوافق على هذا الموضوع. شكون لا اقل ولا اكثر ما توافقي ديري التقييم؟ لا علاش لا؟ لا انا ما كنقيموش. إيه انا مثلي مثل اي فنانه او مثل اي وحده من الشعب، عندها بعد حريه التعبير وحريه الراي. عبد الحليم حافظ واي نوت؟ علاش؟ شكون هو؟ هو مجرد فنان وانسان عادي. مجرد طبعا فنان هو. شوف الله يا ربي، شوف استغفر الله رسول، يعني استغفر الله. كاين واحد سعد المجرد، واخا هذاك سعد مجرد، ولكن هذا عبد الحليم حافظ. سو عنده احساس، احساس اكثر عن خطير. وانا شنو دابا كان هو مؤدي؟ مؤدي انت ايش؟ اسمعني عبد الحليم اشهر واقوى مؤدي في العالم العربي. انا مجرد مؤديه عاديه لا اقل ولا اكثر. سؤال جاوبني بصراحه واقسمتي ان تقولي الحق ولا شيء غير الحق، كتغني في الكباري؟ لا عمري ما درتها في حياتي، عمري ما درت هذا الشيء. علاش؟ لان انا مش مغنيه في الكاباري، ما نقدرش ندير هكا. لا مستوى صارت خاصه. ايه حفلات خاصه؟ نعم، كل احترام وكل شيء. طبعا طبعا، ومش مش غير انا، راه كاين فنانين كبار يعني. رابح صقر، محمد عبده، وواحد المره العيالات. خلينا في العيالات، رابح صقر اش يديروا بالساره خاصه انت؟ الله يهديك. كيف كيغني؟ اي كيغني زعما، ما يدخلش لينا الشك. لا 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 النساء. واحد المره اجتمعنا في 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 حفل راس السنه، كنت انا ومريم، وكانت شو اسمها يا ربي اللي اعتزلت حاليا، المغربيه، استغفر الله، مشات عن بالي، مشات عن بالي، منى امرشا. وكان راشد الماجد. فاجتمعنا كنا في حفله خاصه، كل واحد غنى اغانيه الخاصه وهذا وخلاص، ومع السلامه مع السلامه، وخذ الرزق ديالو ومشى. ومشى طبعا في امان الله. في امان الله وحفظه. حيت بزاف كيقول لك هاد المطربات المغربيات في الخليج خصوصا ديك الدرجه اللي ماشي الكبيره بزاف، يمكن كيخلطوا شي، يعني ماشي ديك ماشي سوبر سوبر ستار. اييه اصلا مش سوبر سوبر ستار، مستحيل توصل لهاد الحفلات الخاصه عند الفي في اي بيز، مستحيل توصل.
مستحيل توصل. طبعا لان هاد الناس مثل الامراء ومثل الشيوخ او غيرهم او غيرهم كيجيبوا الفنانين المشهورين او مثلا اميره دايره حفله او راه ديك الشهره كتقول لك منين كتجي. ما كيكونش الشهره منين كتجي. ما كنتكلمش على الحاله ديالك فقط، بزاف ديال المغربيات مشهورات في الخليج. انا مؤخرا قبل شهر كيفاش الصوت زعما والاداء وداك الشيء ولا الشكل اكيد المؤهلات. لا 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 شوف غير الصوتيه خويا. انا قبل شهر كنت غنيت في عيد ميلاد اميره سعوديه وكانت دارت عيد ميلادها في دبي وكان جا رابح صقر وكنت انا موجوده. طلبتني هي بالاسم وقالت لهم بغيت الفنانه وئام كذا انها تكون متواجده في عيد ميلادي وتغني لي اغاني 1 2 3 الاغاني اللي هي حباتها مثلا. فبالعكس هذا شيء جد عادي وطبيعي. وبالعكس المغنيين والمطربين اكل عيشهم اوكي ورزقهم من الحفلات الخاصه والاعراس في الخليج. الحفلات الخاصه والاعراس في الخليج طبعا. لا شيء غنفهموه هذا واقع. وتا المسلسلات والمسلسلات وديك الشطحه الشهيره. اي وحده واحد المسلسل ما عاد سميتو كاع شله بنات كنزل على قناه او اس ان. وهذاك دابا ما فيهش شي حاجه زعما غير عاديه. والله المخرج والله دابا ادوي معايا بالمعقول دابا يا رب. شو كندير؟ كتشطحي؟ كنشطح فيه. الشطح ولا حرام في عرساتنا؟ ما كاينش شطيح ولكن كاين دردقه اخويا في العرسات. راه شفناك دردقتي في واحد العرس نيت، شفنا الفيديو ديالك في يوتيوب داير. واش داك الشط داك الشطح ماشي الشطيح هذاك الشطح عادي. احنا ما عندناش راقصات فولكلور مغربيات؟ ما كنجيبوهمش عندنا في مهرجانات؟ غادي نستقرج عليك الاثاره وداك الشيء ما بغاش تعترف ليا ماشي مشكل. غنقول لك دابا اش داك تل الهنود عاوتاني ما ضايع والرزق ما ضايعش. لا ما ضايعش اخويا الحمد لله الحمد لله. اش داك تل الهنود زعما باغا طير انت باغا طير تفرفريت. ما كرهتيش طلعت متلي في القمر الا كانوا كيصابوا فيه. ما كرهتش نوصل هوليوود. اتمنى ذلك. عرفتي هذه اش غنقول ليها؟ اتمنى ان شاء الله. غادي نستحضر لك واحد الجمله قلتها لسينا الله يذكرها بالخير. ربي لا ما تبقاش تقارني مع واش من نيتك. لا ما تبقاش تقارني ربي واش من نيتك غادي الهوليوود. ارجوك ما كنقارنكش الجمله اللي استحضرتها. لا في فرق. انت قاعد تتكلم فنانه وعندي رصيد الجملة فني. غير الجمله ما كنتكلموش على الشخص. في فرق. هوليود من نيتك طبعا. ليش لا؟ علاش لا؟ انا فنانه وعندي افلام سينمائيه وعندي مسلسلات ومثل ما وصلت للسينما الباكستانيه والسينما الهنديه حاليا على فكره هوليوود وبوليوود. بوليوود صارت توازي هوليوود وتتعداها لا من ناحيه الانتاج لا من ناحيه التقنيات لا من ناحيه الاخراج ولا حتى الكاست الممثلين. صاروا اقوى من هوليوود. فشو اللي يمنع اني ندخل هوليوود؟ بالعكس هذا اجتهاد من فنان. إذا أنا في جميع المواصفات إني أنا أكون ممثلة ناجحة ممكن الممثل هذا يوصل لأي. والدليل على ذلك أنه في فيلم سكاي فول أوكي الممثلة اللي كانت قدام الممثل حاليا لا يحضرني اسمه. المهم هي بنت ممثلة بسيطة مبتدئة وعمرها ما مثلت على فكرة أفلام طويلة وأظن أن هي جزائرية أو مغربية ما عرفتش. المهم أنها من المغرب العربي وجاتها فرصة ذهبية. مشات مهرجان كان والتقت بالممثل وقالت له بغيتك تعطيني فرصه. قال لها اوكي تعالي نيويورك وجي ديري بيلوت تيست على الشخصيه. ودارت وعجبات ومخداوها بطله. اش وصلك البوليوود؟ برنامجي. كيف جات الامور؟ كنت درت واحد الاغنيه كنت عندك صدفه انت زعما جالسه كيعيطوا لك الناس؟ لا مش غير قاسه وكيعيط. لا طبعا لازم لكل مجتهد نصيب. اذا قاسه وكيعيطوا لي يا ريت لو يكون عندي هذا الحظ هذا. لا طبعا اجتهاد وانا طبعي يعني ما عنديش ديك النرجسيه ديال الفنان. يعني قلت لك عادي نهضر مع المخرج هذا مع هذا المنتج هذا. اذا عندكم عمل عيطوا لي. اذا عندكم شي حاجه قولوا لي. ترى انا ممثله ونسفت لهم الشوريل ديالي اللي هو متواجد حاليا على اليوتيوب. شوفوا طريقة عملي. أنا ما عنديش إشكالية ندير امتحان على الكاميرا وشوفوا إذا أنا فت إن الشخصية ولا لا. وبالعكس عادي فهذا اللي صار معي. كنت غنيت أغنية اسمها ساجناوي كليب موجود بعد على اليوتيوب. وغنيت مع فرقة باكستانية تغني في الأفلام الهندية في بوليوود اسمها سرور بند.
الاغنيه دارت هيت في باكستان، انا ما عندي اي علم بالموضوع. في مخرج اسمه شهزاد رفيق اللي هو حاصل على جوائز في مهرجانات كثيره، فقال لهم شكون هذه البنت اللي معاكم واش غير حيت هما الهنود؟ في كثير من الناس اللي كيسحب لهم الممثلين راه كيغنيو، راه كيديروا غير ليبسينغ كيكونوا كيكونوا مغنيين خاصين بالافلام. فقال له واش هاد البنت غير كتغني ولا كتصيدين فيهم شي 40 عام دابا هاد الهنود؟ شتي شكرا على المعلومه بعدات بعدا نفعتينا في هاد القضيه هذه مزيانه. فقال له واش هذه غير جات غير موديل وكدير لبسي ولا هذه مغنيه؟ قال له هذه راه مغنيه وكتمثل وكدير دراما في الخليج. قال له عطيني رقمها، وفعلا تواصل معايا المخرج بلا ما شافني طبيعه بلا والو، صيفط لي هذا. درت امتحان على درت مع على السكايب امتحان، قال لي اوكي نو بروبليم، صيفط لي العقد، مشيت مثلت بطوله اول فيلم لي سينمائي طويل بعنوان عشق خدا. شنو هي هذه؟ عشق عشق يعني عشق خدا الله، العشق الرباني. العشق الرباني هادشي كما كنشوفوه هنا زعما شنو نسي؟ مش ما كتشوفوش هنا في المغرب افلام لا كلها لا 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 على السليم، ما كاين حتى حاجه لا المسلسلات ولا كذا. لا لا اسمعني، المسلسلات اظني كل المسلسلات اللي درتهم كلهم وصلوا اي ثينك للمغرب، لان الناس كتتابع قناه دبي وام بي سي واو اس ان. بالنسبه للفيلم انا ما عرفتش علاش، لان كنت اتفقت مع مدير اعمالي وقلت له حاول تشوف لي شي موزع هنا في المغرب انه يوزع لي فيلم الباكستاني، لانه هو فيلم باكستاني وليس بهندي. فيلم باكستاني وليس بهندي، هو من انتاج هندي ولكن فيلم باكستاني. فما عرفتش بعدين، ما عرفت شو اللي صار، وكان شبه راح يوزع في دبي ولكن توقف الفيلم لان قال لك كتسوقوا للاسلام بطريقه ما عرفتش، الحب البلاطوني والحب العدري و و والانتحار وهذا. تهموك ماشي انا الحمد لله. لا 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 لا، ولكن هذا لا يخصه بالتعري، لان كنت لابسه مستوره في المسلسل سوري في الفيلم. يعني ما فيه شي حاجه خادشه للحياه، ولكن هم من نطاق الدين، ان لان هي كتنتحر شخصيتي كتنتحر في النهايه وكيوقعوا لها مشاكل يعني. فقال لك وفي بزاف ديال الافلام الهنديه تمنع من العرض، وطلبوا من المخرج انه يحيد بعض المشاهد اللي فيها يعني شي حد استغفر الله ان كيلحد بالاسلام او بهذا. فقال له لا انا ما نقدرش نحيد اي مشهد والا. وبالتالي الفيلم موزع في امريكا وفي كندا ودول اوروبا اكشلي، وفي الهند وفي باكستان، وخدا جوائز الحمد لله في تورونتو بنجابي تورونتو فيلم فيستيفال 2013. خدا جائزه احسن ميوزك باك جراوند، وخديت انا جائزه احسن ممثله سينمائيه مبتدئه الحمد لله، وخدا جائزة أحسن إخراج في لندن إنديان فيلم فاسبا. وفي المغرب ما حاشا عليك تشي حد؟ ماشي ما حاشا عليا تشي حد، الفيلم بغينا نوزعو كيخلصوش مزيان. لا لا من غير التوزيع ديري شي دور مع شي واحد، ديري شي دور مع شي حد، شي مسلسل نشوفوك في رمضان. كاين شي مسلسل كاين إن شاء الله رمضان الجاي إن شاء الله 2015 انتظروني في مسلسل من بطولتي إن شاء الله. بطولة كاع طبعا طبيعي جزء. اذا انا نازله بطوله حبيبي اذا انا نازله بطوله 120 حلقه على قناه ام بي سي اللي هي من اقوى القنوات العربيه او نجمه القنوات العربيه، بغيتيني ننزل المغرب اللي هو بلدي ونزل كدور ثانوي او كومبارس؟ لا طبعا ما جاتش طبعا لا. لا طبعا ولا انا غنقبل هذا الشيء اللي وحاليا كنمثل فيلم بوليوود بعنوان دولارز دولار فلوس هادشي اللي كنحبها قضيه العاقه في نهايه المطاف. لحد الان عندنا شويه مشاكل انتاجيه، ولكن تقريبا باقي 40% من تصوير الفيلم. هذا اول فيلم هندي بوليوود ليا، في شويه جنون استعراضات كذا. هادشي كيعجبك ياك؟ ماشي الدراعه وثاني وكتحمل المرايه وكتبقى انفقسك هذا النار. انت باغي تطيح لي العظام اخويا. والناس بزاف ما عارفينش بانك كنتي في الملحمه اللي دارت مؤخرا. نسيتي مخبيه واقيله ولا ما عرفتش شوف الطنز كي داير؟ نسيتي مخبيه واقيله؟ انا كنت نز اعوذ بالله. شوف هي كانت فكره 15 الفنان في العيد ال 15 دقيقه. طرحوا العيد والكثير من الاسماء، وكل الشكر طبعا لمدير اعمالي وكل الشكر لمصعب العنزي انه تم اختياري.
كوحدة من هذه الفنانات. مهما جاءوا تعليقات ضد الملحمة أنا ما كيخصنيش هذا الموضوع. اللي كيهمني أنني شاركت في ملحمة، أول ملحمة وأول أوبريت في عهد سيدنا، هذا أهم شيء. خلصتي؟ لا، كان تطوعي طبعا. عمل تطوعي. سبع شهور شنو واقع في المغرب؟ الغناء وفي السينما والفيلم، السياسة، ولا ما عندك علاقة بالمغرب؟ لا خويا أنا السياسة بعيد على السياسة. تعرفي رئيس الحكومة شكون هو؟ طبعا أكيد. وين؟ أكيد لازم برلمان مرة مرة. والزين كتعرفيه؟ أه؟ والزين وزير الشباب والرياضة اللي ما بقاش، اللي طردوه و و و والمشكلة والسطولة والماء. سمعتي بهذا الشيء؟ ضايح طبعا. ايه ولا بس ما زال عندك الخط متابعة، ولكن ما نحبش نتوغل في الامور السياسية دائما. لا بقاي غير بعيد، بقاي غير بعيد هكاك. داكشي اللي انت فيه بارك عليك. واخا لا وئام، انا نعطيك ثلاثة الاسماء في نهاية هذه الحلقة غتكلمي معاهم او عليهم ولا الطريقة اللي بغيتي. الاسم الاول يا لالا وئام هو ايمان تسونامي، كتعرفيها؟ اه كنسمع بها، دايرة بلبلة ما شاء الله عليها في اليوتيوب. ومرأة ذكية يعني، وصلت وحققت شهرة لا بأس بها. كيف تجيك في الشطح ديالها؟ خطيرة خطيرة. أنا تشوف أي إنسان كيقدم نوعية من الفن، أنا عمري ما كان نقول إن هذا فن هابط أو وكندير فيها إني أنا يعني الفنانة الراقية. لا لا لا، أي إنسان عنده شيء وصله بطريقة فنية فأنا كنحتارمه، كنقول له شابو وما شاء الله عليك. والاسم الثاني غنسولك على عبد العزيز الستاتي، كتعرفيه تاهو؟ طبعا اكيد الستاتي. كيجيك الفن ديالو؟ ومن لا يعرفه؟ ومن لا يعرفه طبعا حبيبي. قولينا الستاتي اش تقولي عليه؟ فنان متالق واغانيه ما شاء الله مسموعه وما كاين حتى شي اغنيه ما دارتش هيت وما دارتش بلبله في الشارع المغربي. الاسم الثالث والاخير يا وئام، كنقول لك يا ايمان، يا وئام الدحماني، فنانة الإماراتية أحلام، اش تقولي عليها؟ هاد الضحكة هادي غتفهمها أحلام طريقتها وغتجاوبك في شي بلاصة عاوتاني. أحلام تربعت على عرش الفنانات العربيات وكلات كل شيء، ضربات كل شيء. كيف اللي كيقول ديك السيدة شوية فو؟ ما كاينش فو ولا كاين لا فو ولا حتى حاجة. إنسانة وصلت إلى القمة، إنسانة صاحبة نفوذ، صاحبة قوة، وحالياً وأنا كنقولها هي بإمكانها تطلع فنانة ممكن تخرج على الفنانة. اشرح لي هذي؟ صح، تطلع الفنانة ولا تخرج عليها؟ آه طبعاً. بمعنى ذاك الشيء ديال العيالات؟ آه طبعاً، لأن عندها قوة قوية، فنانة قوية وعندها نفوذ وعندها ما شاء الله عليها يعني معارف كثيرة ومع كثير من العوائل الملكية. مضربة مع شادة حسون، سمعنا اللي هي مع طمال ومع بعضياتها. معت اخويا ما عرفتش. انت ما عندك معتها مشكل؟ شكون شادة؟ انا شادة ما كنعرفهاش شخصيا. لا انا كنتكلم أحلام؟ عليك أحلام. لا أحلام بالعكس، يعني انا عمري ما شفتها، ولكن شفتها كتبت عليا في تويتر شي حاجة اسعدتني، واتمنى ان تتابع الحلقة واوجه لها تحياتي. يعني مي العيدان كانت كتبت عليا في تويتر بعد ما رجعت ما دخلتش الكويت، قالت يلا هوب هوب على بلادك المغرب، يعني كلام جدا جارح وكلام استثناء. غنعطيك الاسم الرابع لمي العيدان، هذه السميه ديالها ما كتخرجش ليا. كمل على أحلام، نقولوا شنو قالت. كمل على أحلام يلا. فأحلام بكل تواضع وبكل رقي ردت عليها وقالت لها عيب عليك يا مي، هذه بنت المغرب وبنت المملكه وبنات المغرب على راسنا. أمي العيدان اش تقولي لها مباشرة؟ تندوي معها في ودنيها في ودنيها. أكبر ضحكة. مي ومي تواصلت معها حتى هي بمسجات على التليفون على الواتساب، وتكلمنا وقلت لها thank you so much again انك دائما كتشهريني، لان اي كنقول انا دائما، ومش انا اللي كنقول، عادي في هوليوود اللي كيقولوها any publicity is a good publicity، اي اعلان اي شوشره ضد الفنان سواء كانت ضده او معاه ايجابيه او سلبيه دائما لصالح الفنان. thank you so much. شي كلمه بالمغربيه اللي الله يرضى عليك حاره. نحشم نقولها في البرنامج ديالك. واش دير راسك ليها؟ وئام الدحماني، هل لديك اقوال اخرى باش نسدوا المحضر؟
خلكم دائما متابعين لاعمالي، والفنان من دون جمهور وانا بالتحديد وعدو بلا كلمه انا من دون جمهور ما اسوى حاجه. شكرا لك وئام الدحماني، غادي نغلقوا المحضر والحكم كما العاده للمستمعين. شكرا كريم نيتسي، رفعت الجلسه. Thank you. Alas!